بالشركه، فشركه فايزس هي شركه امريكيه تاسست سنه 2021 في الولايات المتحده الامريكيه، بالضبط في ولايه ديلاور. ممكن اي شخص انه يذهب الى الرابط الرسمي للحكومه او للولايه ديلاور الامريكيه ويبحث عن اسم الشركه ويتاكد من قانونيتها. هذا اول شيء، نشتغل مع شركه امريكيه، شركه قانونيه متواجده على ارض الواقع بطبيعه الحال. الشركه قبل انطلاقها وهي لم حاليا لا زالت فقط في قبل الطرح او قبل الانطلاقه، شركه ما زالت لم تبدا او لم تعطي الانطلاقه الرسميه باذن الله. فاي شخص حاضر اليوم يعتبر محظوظ جدا، لانك في فرصه لم تعلن انطلاقها رسميا، وراح تستفيد منها ان شاء الله ومن خبره الفريق، وراح اشارك معكم بالتفصيل. فخبره الفريق في هذا المجال او في الشركه، الفريق الشغال على الشركه خبرته ما شاء الله اكثر من 50 سنه خبره في هذا المجال، اللي راح نشوفه ان شاء الله بلغه الارقام. فانا شخص اؤمن بلغه الارقام، وراح اشارك معكم باذن الله الارقام، وارقام اللي كبيره جدا، ليست بارقام صغيره ولا بعاديه، فراح نشوفها باذن الله في هذه المحاضره. معنا الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي للشركه هوارد فريند، شخص عنده خبره كبيره ما شاء الله في هذا المجال، تم من قبل، حتى قبل ما نعرفه انه مدير تنفيذي شركه فايلس، فممكن انك تبحث عنه وتوجد تم استقباله في عده قنوات عالميه ليتكلم على المال والاعمال ومجال التداول كذلك. عنده اكثر من 30 سنه خبره في هذا المجال، مطور خوارزميه التداول، ليعرف التداول، ليعرف مجال التداول، يعرف انه مجال ليس بالعشوائيه، مجال يذهب عن طريق الالغوريثم. وما دام مدير تنفيذي لصاحب الشركه مطور الالغوريثم، فراح يكون خبره كبيره وراح يكون اضافه كبيره للشركه باذن الله. كذلك نائب رئيس المبيعات او السيد منصور الطوافي، حقق اكثر من 9 ارقام. نشوف كل اعضاء الشركه او الفريق الشغال على الشركه ناس ناجحين. فمنصور طوافي اعرفه شخصيا، شخص ناجح جدا، حقق ارقام كبيره في هذه الصناعه، صناعه النيتورك ماركتينج اللي تعتبر صناعه القرن 21، اللي شفنا كثير ناس يحققوا منها ارقام كبيره جدا جدا. فراح نتكلم مباشره على شركه فايدس والاكاديميه وشو الخدمات اللي تقدمها شركه فايدس. فشركه فايدس هي عباره عن اكاديميه امريكيه في مجال التداول، تقدم لك كل ما متعلق في مجال البورصه بصفه عامه، كيف ممكن انك تصير انسان محلل في هذا المجال. صدقني لو عندك الخبره الكافيه انك تشتغل في هذا المجال وتقوم بالتحليل وتقوم بربح 50 نقطة يوميا، 50 نقطة يوميا، الناس اللي تفهم في المجال راح تفهم شو معنى 50 نقطة أو 50 بيبس. لما نتكلم على مجال التداول نتكلم بلغة النقاط، صفقة كم رابحة من نقطة وكم خاسرة من نقطة. فصدقني لو كنت عندك الخبرة الكافية و50 نقطة في مجال الفوركس، سهلة جدا ممكن أن تأتي بها في فرصة واحدة. لو كنت تستطيع أو عندك الخبرة الكافية أن تحقق 50 نقطة فقط في اليوم، فأعطيك خطة أضمن لك بها أن توصل لواحد مليون دولار في 42 صفقة فقط، حتى تعرف حجم هذا المجال وحتى تعرف قيمته، وتتعرف أنه إذا تعلمت راح تصير تحقق منه أرقام كبيرة جدا. فأنا شخصيا شفت هذه الطريقة وشفت أصدقاء مقربين اللي طبقوا هذه الطريقة وفعلا حققوا أكثر من مليون دولار من هذا المجال، فقط لأنه عندهم خبرة، عندهم استراتيجية، تعلموا وصاروا يطبقوا هذه الاستراتيجية. فهذا هو المراد من شركة فايدس، وأنك تصير إنسان يعتمد على نفسه، يصير إنسان متداول حتى تعرف اتجاه السوق، لأنه نتكلم على أسواق كبيرة جدا، من سوق الفوركس في أكثر من 6 تريليون دولار في اليوم، سوق الأسهم أكثر من 14 مليون دولار كحجم تداول يومي، سوق العملات الرقمية أكثر من 3 تريليون دولار، نتكلم على أرقام اللي كبيرة جدا، أرقام ليست بعادية. وسوق الفوركس يعتبر من اكبر الاسواق الماليه في العالم، اذا عندك تعليم جيد في هذا المجال راح تصير تحقق ارقام خياليه جدا وثروه كبيره باذن الله. واليوم هذا الشيء اللي نقدمه من خلال شركه فايدس اكثر من هذا، اكثر من انها تقدم لك تعليم، راح تقدم لك شيء يخليك مرتاح نفسيا. وصراحه انا كمتداول افهم شعور انسان يبدا بالتداول،
فالشركة توفر لنا عدة مستويات، أو الناس اللي حابة تتعلم أو حابة تربح. يعني عندك شيئين مع شركة فاليس، يا إما أنك تتعلم وتربح في نفس الوقت، وإما أنك تقرر الربح فقط. يعني هذا الشيء يبقى راجع لك، فأنت تقرر إذا حاب تتعلم. طبيعة الحال كما قلت لكم، التعليم في هذا المجال راح يعطيك يعني فرصة كبيرة أنك تحقق منه ثروة خيالية جدا، لأنه نتكلم بلغة الأرقام، نتكلم على مجال فيه أكثر من 6 تريليون دولار في اليوم الواحد. يعني إذا عندك الخبرة الكافية راح تحقق أرقام كبيرة جدا. فشركة عاملة مستويات تعليمية ابتداء من المستوى الأول إلى المستوى الثامن. المستوى الأول قيمته 50 دولار، يعني تخيل معي أنه بثمن 50 دولار راح تدخل وتاخذ معلومات على هذا المجال، وتصير هي البداية، لأنه كل شيء يبدأ فقط في البداية. يعني مجرد أنك ما تبدأ راح توجد نفسك في هذا المجال، راح توجد نفسك أصبح عندك حب لهذا المجال، وأصبح عندك حب للتداول، ولأنه كل شيء فيه المال فيه ربح كبير، فالناس تحبه بطبيعة الحال. فكما قلنا، يعني المستويات التعليمية ابتداء من 50 دولار، 100 دولار، 250 دولار، إلى غاية 10,000 دولار. أوكي، شو تفرق معي إذا أخذت باقة 10,000 دولار أو أخذت الباقة 50 دولار؟ أول شيء الفرق في المستويات، ثاني شيء الفرق في الربح الأسبوعي اللي راح نتكلم عليه في السلايد القادم بإذن الله. يعني كل باقة أخذتها، كل ما كانت رأس مالك كبير، كل ما كان ربحك أكبر. هذا قانون في التداول، أو قانون في أسواق المال بصفة عامة، أو في التجارة. الشخص اللي يكون عنده رأس مال كبير يكون عنده أرباح كبيرة بطبيعة الحال. فالشركة كما قلنا تشتغل في عدة مجالات، مجال الفوركس، مجال التداول، مجال الميتافيرس اللي يعتبر مستقبل وراح يكون قادم بإذن الله، لذلك فعلا فتعتبر من أفضل الفرص المطروحة في حاليا في السوق شركة فايدس، لأنها تعطيك كما قلنا تعليم، تعطيك ربح أسبوعي، تعطيك كذلك أنا راح تشتغل في مجال الانفتيز، في مجال الميتافيرس كذلك، اللي راح يعطي إضافة قوية للشركة، وراح يخلي كل الأعضاء تستفيد إن شاء الله بشكل كبير جدا. كل ما الشركة كان عندها مشاريع كبرى، كل ما كان عندها مداخيل كبرى، كل ما الأعضاء راح يستفيدوا بإذن الله. أوكي، شو هو الربح الأسبوعي، وكيف راح أخذ هذا الربح الأسبوعي، وهل لازم أعمل شيء أو ما راح أعمل شيء، فقط راح أشتري الباقة وأتعلم وأصير أربح. نعم. إخوان من فضلكم خليوا المايك على الصامت، لأنه الآن نحن في المحاضرة، من فضلكم. اوكي بل ان شاء الله قادم لا محال. الصوت مسموع؟ الآن الصوت واضح؟ أوكي. كما قلت، الشركة تشتغل في عدة مجالات، وإن شاء الله كل شخص راح يكون عضو في الشركة، أو مجرد ما أنه عندك باقة مع الشركة راح تحصل على ربح أسبوعي بدون أنك ما تعمل أي شيء. أنا أقول لك أنها فرصة قوية جدا لازم تستغلها. لماذا؟ أنا لما بدأت قبل سنتين في مجال الفوركس، بدأت أتداول في مجال الفوركس، فكان صعب جدا بدون خبرة بدون معلومات، والحمد لله حققت منه أرقام في الأول. طبيعة الحال كانت خسائر، وربما كانت خسائر كبيرة، لكن الحمد لله بعد التجربة وبعد التعلم عوضنا الخسائر بأرقام كبيرة والحمد لله. فأنا لماذا أقول لك أن شركة فايدس هي فرصة قوية جدا؟ أول شيء تعطيك الوقت الكافي أنك تتعلم، وفي نفس الوقت أنت لا تقوم بتداول، تقوم فقط بالتعرف على المجال بالتعلم، وأنت تربح بدون أنك ما تقوم بالتداول. إذا كنت راح تبدأ في التداول برأس مال، فأؤكد لك أنه في الشهر الأول أو في الأسبوع الأول راح تخسر رأس مالك كله. لماذا؟ لأنه ما عندك خبرة، ما تعرف اتجاه السوق، ما تعرف نقاط دخول القوية، ما تعرف أي شيء، وما تعرف حتى إدارة رأس المال وإدارة المخاطر. فهذه أشياء مهمة جدا لو ضبطتها، وهذا اللي يقول لك أنه شركة فايدس هي فرصة قوية. لماذا؟ لأنها تعطيك الوقت الكافي حتى تتعلم، تعرف شو هو اللوت سايز، تعرف شو هو إدارة رأس المال، تعرف شو هو
اداره المخاطر، نقاط الدخول القويه، اتجاه العام للسوق، كل الاشياء راح تتعلمها باذن الله. فكل شخص عنده باقه مع شركه فايدس هو عنده مستوى تعليمي اللي هو اساس الخدمه، وفي نفس الوقت عندك ربح اسبوعي ما بين 2% الى 3% اسبوعيا على حسب الباقه اللي اخذت. هذا اللي قلت لكم في الاول انه كل شخص راح ياخذ باقه مختلفه راح تفرق او راح يكون في اختلاف على الباقات الاخرى. مثلا باقه 10,000 دولار طبيعي الحال راح يكون عندها ربح اسبوعي اكبر من جميع الباقات اللي قبلها. فهذا شيء طبيعي، كما قلت كل ما كان راس المال اكبر كل ما يكون الربح اكبر. اوكي، شركه راح تعطيني ارباح اسبوعيه لمده 60 اسبوع ما بين 2% الى 3%، يعني اذا اخذت باقه 10,000 دولار او 1000 دولار او 5,000 دولار فراح يكون عندك 2 الى 3% اسبوعيا ربح بدون انك ما تعمل اي شيء، فقط انك اخذت باقه. وراح اوريكم من اين تاتي الارباح. راح تقول لي اوكي شركه راح تعطيني ربح اسبوعي، لكن من اين تاتي الارباح؟ من اين تاتي الارباح؟ راح نشوفها ان شاء الله بلغه الارقام بعد هذا السلايد باذن الله. فهذه استراتيجيه المضاعفه الخاصه بالشركه، الشركه تعطيك خيارين، عندك خيارين كأنت كعضو في الشركه، عندك خيارين، الخيار الاول انك تتعلم وانت حر في تعليمك، سواء انك تتعلمه او تعطيه لشخص مقرب لك حاب يتعلم هذا المجال، ممكن انك تعطيه لاي شخص وانت فقط تستفيد من ربح الاستثمار. فالشركه يعني تقسمنا الربح على اسابيع، كل اسبوع ناخذ نسبه ما بين 2% الى 3%. اوكي، في ظرف 2 او 29 اسبوع بالضبط راح تكون عندك 100% من راس المال. يعني اشتريت باقه الان ب 1000 دولار، 5000 دولار، 10000 دولار، في ظرف 29 اسبوع راح تكون عندك 10000 دولار. اذا كنت عندك باقه 10000 دولار راح تكون عندك 1000 دولار اذا كانت عندك باقة 1000 دولار، يعني الباقة اللي أخذتها قبل 29 أسبوع راح تكون حققتها كربح فقط، وتكون استرجعت رأس مالك في ظرف 29 أسبوع بالضبط بدون أنك ما تعمل أي شيء، بدون أنك ما تتعرض للخسارة، بدون أنك ما تتعرض للضغط وتقابل يعني وتصير يعني أمام الشاشة اليوم كامل. في ظرف 45 أسبوع راح تكون حققت نسبة 200%، يعني رأس مالك مضروب في 2، أخذت باقة 10,000 دولار راح يكون ربحك 20,000 دولار. وفي ظرف 60 أسبوع بالضبط، يعني الشركة عاملة حساب لكل شيء، يعني لديها استراتيجية واضحة من الأول حتى تعرف أن الشركة قوية جدا وعاملة حسابها لكل شيء. ففي ظرف 60 أسبوع بالضبط راح تكون عندك ربح 350% من رأس مالك. يعني هذا مثال بباقة 10,000 دولار، إذا كان عندك باقة 10,000 دولار راح يكون عندك في ظرف 29 أسبوع ربح 10,000 دولار، في ظرف 45 أسبوع 20,000 دولار، في ظرف 60 أسبوع عندك 35,000 دولار، يعني 350% أو رأس مالك مضروب في 3.5. أوكي، تقول لي أنا في الأسبوع الأول حاب أسحب، في الأسبوع الثاني حاب أسحب، ممكن الشركة تعطيك هذا الخيار، ممكن أنك تسحب من أول أسبوع ابتداء من 30 دولار. يعني إذا عندك في حسابك ربح 30 دولار ممكن أنك تسحبها عن طريق العملات، راح نشوف طريقة الإيداع طريقة السحب بإذن الله. فممكن أنك تسحب أرباحك أسبوعيا بدون أي مشكل إلى محفظتك الإلكترونية مباشرة، وممكن كذلك أنك تخلي أرباحك تتضاعف وتصير على رأس مال وتحقق ربح يعني يوصل ل 350%. اوكي، اذا قمت بالسحب اسبوعيا فكم راح اربح؟ راح تربح في 60 اسبوع 150% فقط عوض 350%، لانك كنت تقوم بالسحب اسبوعيا، يعني كل ربح تحقه تقوم بسحبه، عكس شخص اذا ما سحب نهائيا فالربح اللي حقه في الاسابيع تضاف الى راس المال وراس المال يصير اكبر. يعني قلنا قانون في الاول، اذا راس مالك اكبر ربحك اكبر، كل ما يعني تحقق ربح وتخليه موضوع في حسابك بدون تجميد وبدون اي شيء، يعني ممكن تسحبه في اي وقت تريد. بمجرد انك تخلي ارباحك في حسابك على الشركه فتعتبر كراس مال وتضاف الى راس المال الاصلي ويصير عندك راس مالك اكبر، اوتوماتيكيا ارباحك الاسبوعيه تكون اكبر. اوكي، كيف ممكن اشتري الباقه؟ ممكن تشتري الباقه عن طريق العملات الرقميه اللي هي اربع عملات، عمله الترون، عمله البيتكوين، عمله الايثريوم، وعمله اليو اس دي تي كذلك. يعني بكل سهوله وما في اي قطاعات عندما تريد ان تشتري الباقه، عكس لما تريد ان تسحب الارباح لاننا نتعامل عن طريق نظام البلوك تشين من شبكه الى شبكه او من محفظه الكترونيه الى محفظه الكترونيه فيكون عليها رسوم التحويل. في الاول لما تكون انت حاب تشتري باقه من عند الشركه فالشركه تتكلف بدفع الرسوم،
ولما انت تريد ان تسحب فانت راح تتكلف او راح تكون عندك قطاعات في سحب الارباح، وسحب الارباح بصراحه قوي جدا، في ظرف اقل من 48 ساعه تكون موجوده عندك ارباحك في حسابك او في محفظتك. فقبل ما نمر ان شاء الله الى الفقره المواليه، قبل ما نمر الى الخطه التسويقيه والشيء الثاني، اذا انت حاب تعمله، اذا انت حاب تعمل منه ارقام كبيره كذلك، لانه مجال اخر، مجال النيتورك ماركتينج، مجال التسويق بالعموله يعتبر من اكبر المجالات في العالم كذلك، يعني فيه ارقام كبيره جدا. فراح اكيد انه كل شخص حاضر معنا اليوم عنده سؤال: من اين تاتي الارباح؟ والشركه كيف راح تعطيني هذا الارباح بمجرد اني اشتريت باقه تعليميه فقط؟ فخليكم معي لاشارك معكم ان شاء الله. راح اشارك معكم بلغه الارقام ودليل قوي جدا حتى تتاكد بان الشركه شركه يعني قويه جدا وعندها مصداقيه كبيره من خلال هذا الدليل. اوكي، فهذا حساب خاص بالشركه، حساب خاص بالشركة لما تشوف الاسم في الأعلى فايدوس انترناسيونال اس سي سي، وحساب لايف يعني حساب حقيقي. فراح نشوف ما شاء الله هذا ربح اليوم فقط يعني 4000 دولار، ونشوف الصفقات المفتوحة كلها باللون الأزرق، ونشوف كذلك الحساب كم فيه من رأس المال. رأس المال أكثر من 6 مليون دولار و130 ألف دولار، يعني 6 مليون و100 وثلاثين ألف دولار في رصيد هذا الحساب. هذا من أين تأتي الأرباح؟ الأرباح تأتي من هذا الحسابات. كما قلنا الشركة في الأول تشتغل في مجال التداول، تشتغل في مجال الكريبتو، تكلمنا على هوارد فريند، تكلمنا على أنه عنده أكثر من 30 سنة خبرة في هذا المجال، فهذا الخبرة راح تتحول إلى أرقام. قلت لك في الأول أنه إذا عندك خبرة كافية، إذا عندك استراتيجية خاصة بك، ممكن أنك تحقق أرقام كبيرة وأرباح كبيرة جدا في هذا المجال. فخلينا نشوف ربح الأسبوع كم. ربح الأسبوع ما شاء الله في أسبوع واحد شركة عاملة في حساب واحد، خليكم معي، هذا حساب واحد من بين حسابات الشركة. فالشركة عندها حساب، عندها أكثر من حساب واحد، وهذا من بين الحسابات اللي إحنا بصراحة أنا أعطاني إطمئنان أكثر ومصداقية أكثر، وصرت يعني أشوف يعني أكثر من شهرين وأنا أتابع حساب الشركة وعندي خبرة في هذا المجال. فما شاء الله الاستراتيجية الشغالين بها خطيرة جدا، مستحيل أنه يتعرض للخسارة بهذا المبلغ وبالاستراتيجية اللي شغال بها. فالعالم كله الآن يعني على فكرة العالم كله يقوم ببيع الـ 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 عفوا يقوم ببيع الذهب، لكن انظر نقطة الدخول من أين كانت بالشراء. يعني أقول لك لما تكون عندك الخبرة الكافية فراح تحقق هذا الصعود كله، نحقق فيه ربح كل صفقة كم عاملة. ربح الأسبوع كما قلت نشوف ربح في شهر واحد أكثر من 355 ألف دولار، ولو شفنا في فترة تقريبا شهرين فراح نشوف شيء كبير جدا، أكثر من تقريبا مليون ونصف دولار كربح في مدة شهرين. الإيداع كان 5 مليون دولار، والشركة قامت بالسحب مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط قامت بسحب مبلغ 354 ألف دولار من هذا الحساب، حتى تتأكد بنفسك أن الشركة هل صادقة أو لا، هل الشركة عندها مصداقية أو لا، هل راح تتوصل بربحي أو لا. فالآن قدمت لك أكبر دليل ممكن تشوفه، وليس بأغلب الشركات تقدم لك مثل هذا الدليل تحتفظ بها لنفسه، غير ممكن انها تشارك معك الصفقات، غير ممكن انها تشارك معك حساب تشوفه، غير ممكن انها تشارك معك هذا الحساب او هذا الارباح وجميع الصفقات. شوفوا اول ايداع كان كم، 2 مليون دولار عن طريق الاي اس دي تي، يعني بكل شفافيه بكل مصداقيه، يعني تاكد لنفسك هل الان هذا عندك جواب واضح، هل الشركه صادقه او لا. فتكلمنا بلغه الارقام كما قلت لكم في الاول، لو عندك خبرة، لو عندك الخبرة الكافية في هذا المجال راح تحقق منه أرقام كبيرة جدا. فكما قلنا يعني تكلمنا في الأول على هوارد فريند، قلت لكم أنه عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، وتكلمنا كذلك على الفريق الشغال في الشركة أنه عنده أكثر من 50 سنة. فهذا الخمسين سنة نشوفها بلغة الأرقام، لما تشوف الشركة عاملة بحساب واحد أكثر من 1 مليون ونصف دولار كأرباح في مدة
تقريبا شهرين، يعني أرقام كبيرة جدا، أرقام خيالية جدا. فهنيئا لكل شخص موجود في فريق أو عضو شركة فايدس في فريق الكراون تيم. فريق الكراون تيم كذلك يقدم لكم إن شاء الله أشياء كبيرة راح تستفيدوا منها، دورات تعليمية أو تكوينية في مجال التنمية الذاتية، في مجال مهارات التسويق. إذا كنت شخص عندك شغوف بهذا المجال وحاب أنك تعمل منه أرباح، يعني أنا أقول لك خطة ممكن يستعملها أي شخص جديد. أول شيء خذ باقة مع الشركة، تعلم في ظرف 60 أسبوع، واعمل على التسويق اللي راح نتكلم عليه الآن. ما راح يكلفك أي شيء، بمجرد أنك تشتري باقة تحقق أرباح من الاستثمار، وممكن أنك تحقق ربح إضافي من تسويق للشركة، خصوصا أن الشركة تعتبر من أقوى الشركات الموجودة حاليا في السوق، وتعتبر كذلك شركة عندها مصداقية كبيرة. راح تربح أرباح إضافية، هذه الأرباح إضافية راح تقوم بعمل حساب حقيقي وتقوم بإيداع فيه من خلال أرباح التسويق للشركة، وتصير تختبر نفسك مثلا بمبلغ $50 أو $100، تصير تتداول بها يعني تختبر نفسك في الأشياء اللي تعلمتها. وهذه خطة راح تكون قوية جدا، وأنا أعطيكم هذه الاستراتيجية تستفيدوا منها بإذن الله. فقبل ما يعني بعد ما نمر الى ال عفوا نمر الى الارباح، فكما قلت لكم عندك الشيء الاول، الربح الاول هو ربح تعليمي. فاي شخص حاب انه يتعلم في هذا المجال فممكن انه يتعلم ويصير يحقق ارباح مع الشركه باذن الله. انك تتعلم، لما تتعلم راح تصير عندك يعني الطريقة والاستراتيجية كيف أنك تحقق منها أرباح، ولما تشتغل على شركة تسويق راح تحصل على الأرباح اللي نتكلم عليها الآن، ويصير عندك رأس المال. يعني بباقة، أنك أخذت باقة مع الشركة راح تتعلم منها وراح تسوق للشركة وتربح منها أرباح، وتقوم باستثمار هذه الأرباح أنت وتتداول عليها شخصيا وتحقق منها أرباح كذلك. فهذه استراتيجية للناس الذكية، للناس اللي حابة تشتغل بذكاء بأقل رأس مال ممكن، استثمر أكثر وأكثر فعندنا أرباح مباشرة مع الشركة. يعني أي شخص أتى عن طريقك أو لما تصير عندك باقة مع الشركة فأوتوماتيكيا يصير عندك رابط خاص بك، ممكن تشاركه في جروب فيسبوك أو ممكن تشاركه في أي مجموعة أو تشاركه مع أي شخص مهتم أنه يأخذ دورة تعليمية أو يستثمر. لو تسجل هذا الشخص من هذا الرابط وقام بشراء باقة مع الشركة، فالشركة راح تعطيك مباشرة عمولة 10% من ثمن الباقة. مثلا لو شاركت الرابط مع أحد أصدقائك وقام بالبحث عن الشركة وتسجل من خلال الرابط الخاص بك بباقة $10,000، فالشركة راح تعطيك $1,000 كعمولة مباشرة تدفع فوريا. يعني بمجرد أنك ما تسجل أي شخص أوتوماتيكيا توجد العمولة موجودة في حسابك، ممكن أنك تسحبها. وهذا أكبر دليل على قوة الشركة، أرباح الشبكة أو أرباح الفريق. لو كان عندك فريق، عندك فريق في اليمين وفريق في اليسار تشتغل معهم، تقوم بتدريبهم على المحاضرات، تقوم يعني عمل معهم تدريب، تفهمهم كيف ممكن أنهم يشتغلوا في الشركة ويحققوا أرباح، تشرح لهم هذا الأرباح، فهذا يعتبر تدريب. أنت تعتبر ليدرز، عندك فريق تقوده إلى تحقيق أرقام. لما يكون الفريق معك شغال يقوم بمبيعات ويقوم بتسجيلات، فأوتوماتيكيا الشركة تدفع لك 10% على المجهود اللي تقوم به، لأنك تقوم بقيادة فريق والقائد لازم أن تكون عنده عمولة، فالشركة تعطيك عمولة إضافية على فريقك إذا كان فريقك شغال. وممكن أنك تربح كحد أقصى في الأسبوع المبلغ $35,000 أسبوعيا، ممكن أنك تأخذها إذا كان عندك فريقك قوي جدا. أرباح تجديد الباقة، لما يكون عندك فريق، لما تشتغل مثلا عندك 10 ناس في فريقك وهذا الناس حتى هم عملوا نفس الخطوات قاموا بالتسويق، فراح يربحوا أرباح. قلنا في الأول أنه لمدة 60 أسبوع راح نربح ربح، إذ لم أقم بسحب الأرباح راح أربح ربح 350%، لكن إذا قمت بالتسويق فباقتك راح تحقق تقريبا 500%، يعني رأس مالك مضروب في 5. مثلا أنا أخذت باقة $1,000 حققت أرباح $5,000، ماذا أفعل لحتى أواصل ربحي مع الشركة وأتوصل بربح أسبوعي؟ راح أقوم من الأرباح بشراء باقة أخرى تعطيني 60 أسبوع أخرى، تعطيني ربح إضافي لمدة 60 أسبوع. وكل ما يقوم فريقك بهذا الشيء
راح تصير عندك ارباح اضافيه، تعطيك الشركه 10% اضافيه على ارباح الفريق كذلك. وننتقل الى ربح الخطير جدا والقوي، ربح المصفوفه في الشركه. ربح المصفوفه يعني فيه شرطين، اذا توفروا فيك راح تكون اوتوماتيكيا موجود في هذا الربح، ممكن انك تذهب الى البيت وتنام وبعد 6 اشهر بعد سنه راح تشوف هذا الاستثمار او هذا الربح او هذا الشروط اللي حققتها كم راح تدخل لك من ارباح. فاذا كان عندك اول شرط انه يكون عندك باقه 5000 دولار وتعمل مبيعات 15000 دولار او تسجل 3 باقات بنفس الباقه باقه 5000 دولار او تقوم كذلك ب يعني ممكن شخص هذا، انا عارف اكثر من شخص معنا في الفريق عمل هذا الشيء، قام بشراء باقه 5000 دولار واشترى في نفس الوقت 3 باقات تحت منه ب 5000 دولار 5000 دولار 5000 دولار حتى يحقق هذا الشروط ويصير مباشره مع مقاعد، يحجز مقعد في ربح المصفوفه. كيف راح تحجز مقعد في ربح المصفوفه؟ لما قلت لك لما تحقق الشرطين 5000 دولار او 15000 دولار كمبيعات، الشرطين لما تحققهم في الشركه اوتوماتيكيه راح توضعك في ربح اضافي في شبكه او في فريق عالمي للشركه، وكل شخص يقوم بتحقيق هذا الشرطين راح يكون تحت من احد الاشخاص اللي قاموا بتحقيق هذا الشرط قبل. يعني مثلا اذا كنت انت هو هذا الشخص، فلما يمتلئ هذا المستوى اوتوماتيكيا تنتقل الشركه، شركه هي تقوم بتسجيل هذا الاشخاص او هذا الاعضاء اللي حققوا هذا الشروط، فراح تاتي الشركه الى عندك وتسجل لك 1 2 3 اشخاص ستربح عليهم 1 دولار بشكل يومي، كل يوم تربح عليهم 1 دولار. لما يمتلئ هذا المستوى راح ننتقل الى المستوى الاسفل، وكذلك راح يصير عندك 3 زائد 3 زائد 3 يعني 12 شخص في فريقك بدون انك ما تسجلهم، بدون انك ما تعمل اي شيء. فاوتوماتيكيا الشركه تعطيك 1 دولار على كل شيء، على كل شخص لمده 5 ايام، يعني 12 دولار يوميا لمده 5 ايام. لو صرت يعني لو صار تحت منك المستوى الخامس يعني 243 شخص، فراح تحصل على 243 دولار يوميا. ففي الاخير ان شاء الله راح نجاوب على كل الاسئله. الان عليكم فقط انك تركز لحتى تستفيد ان شاء الله وتاخذ اكبر عدد من المعلومات. ربح اضافي اللي هو صراحه ربح خطير جدا وربح قوي جدا. فالشركه تعرف انه الشخص المسوق او تعرف انه اسواق بصفه عامه، اي سوق كيف ما كان نوعه، فيه اب فيه داون، يعني فيه مستويات علوية وفي مستويات سفلية أو دورات، يعني دورة هابطة دورة صاعدة بصفة عامة. فحتى أنت في فريقك ممكن يكون عندك شهر ضعيف ما فيش مبيعات، ما عندكش يعني تسجيلات في فريقك، فما راح تبقى تربح شيء، لا راح تربح إن شاء الله إذا اشتغلت. وهذا يعطيك أن نظرة مستقبلية، إذا اشتغلت لمدة سنة إلى سنتين فراح تضمن لمدة 10 سنين راح تكون عندك راتب شهري أو ربح شهري مع الشركة. كيف؟ مثلا انا عملت مع تسويق وحققت عموله قيمتها 10000 دولار، يعني ربح من التسويق قيمته 10000 دولار، فاوتوماتيكيا الشركه تقوم بتقسيمه الى جزئين، جزء اول 7000 دولار ممكن اسحبها، وال 3000 دولار تذهب الى محفظه سلبيه تقوم باعاده استثمارها وتعطيني عليها ربح كل شهر لمده 13 شهر، يعني 3000 دولار تتقسم على 13 شهر، في الاخير راح تحصل على 3900 دولار، يعني عندك ربح 900 دولار عوض 3000 دولار، وكل شهر تاخذ يعني ربح. يعني تخيل معي انك تشتغل لمده سنه مع الشركه، فراح يبقى عندك كل مثلا كل 10000 دولار راح تعطيك 300 دولار لمده 13 اسبوع عفوا او 13 شهر، يعني كل شهر راح تنزل لك 300 دولار حتى ولو كان فريقك ما يشتغل، لانه عندك عمولات او عندك ربح قبل، فالربح اللي عندك في السابق يشتغل عليك في المستقبل. وهذه نقطة قوية جدا لازم كل شخص انه يفكر فيها، لانه ممكن يصير عندك راتب مع الشركة لمدة 13 شهر، يعني لو حققت ارباح 20000 دولار راح يكون عندك 600 دولار بشكل شهري لمدة 13 شهر، يعني راح يعني يوفر لك كثير مصاريف. طبعا في كذلك ربح الرتب، اذا حققت رتبه مع الشركه، يعني كل ما يكون فريقك اكبر ارقامك اكبر فالشركه تعطيك تحقق بها رتبه وتعطيك عمولات على الرتبه. رتبه جاب تعطيك 50 دولار كاش، سفير تعطيك ابل واتش او قيمتها 300 دولار
كاش روبي تعطيك ايفون 13 او قيمتها 700 دولار كاش. الناس اللي تحقق رتبه ايميرالد فلازم تكون عندها فريق، لازم يكون عندك اشخاص تساعدهم، هذا فكر فيه من الاول. لو انت حاب تشتغل على الرتبه فاعمل 2 إلى 4 أشخاص مباشرين لك فقط وركز عليهم واشتغل معاهم، اشتغل انهم يحققوا رتب روبي، فراح تصير اصلا عندك رتبه الايميرالد. واذا حققت رتبه الايميرالد الشركه تتكلف لك برحله شامله المصاريف الى دبي، وحتى تشوف مكتب الشركه في دبي اللي هو مكتب رسمي تم افتتاحه في الاسبوع الماضي، وشهادة يعني استقطاب الشركه لاكبر القاده في العالم في هذا الصناع، وهذا يدل على قوه الشركه. غير ممكن انك تشوف قاده كبار وناس عندهم خبره تشوفهم يعني ملتحقين بالشركه اذا ما كان عندها شيء مميز. فاكيد تاكد انه الشركه فيها ناس عندهم خبره اكبر منك قاموا بدراستها وتاكدوا من انها قويه جدا واشتغلوا فيها. اذا حققت رتبه دايموند يصير عندك رولكس، بلو دايموند، سيارات البي ام دبليو، بلاك دايموند، يصير عندك المرسيدس، واخر رتبه اللي اعتبرها رتبه الوحش وجائزه الوحش لامبورغيني. كل شخص يحلم انه تكون عنده سياره لامبورغيني. فشركه فايدوس تعتبر كما قلت لكم فرصه تعليميه، حاول انك تستغل الفرصه من كل جوانب، تعلم، قم بالتسويق، راح تحصل على ارباح وارباح الاستثمار، قم بوضع مبلغ استثمره في الاشياء اللي تعلمتها راح يعطيك ارباح اكبر، واشتغل مع فريقك، كون فريقك، ادعم فريقك، ساعد فريقك، ساعد اكبر عدد من الناس حتى يصيروا مثلا رتبه البلاك دايموند. لو ساعدت 3 أشخاص فقط في فريقك انهم يكونوا مباشرين لك يحققوا رتبه البلاك دايموند، فاوتوماتيكيا راح تصير انت عندك رتبه الكراون دايموند ويصير عندك سياره لامبورغيني مع شركه فاليداس. فاقول لك ان فرصه كبيره جدا، فرصه قويه جدا، لازم تستغلها من جميع النواحي. اسمعها من عندي، ممكن تكون خبرتك اكثر مني في مجال اخر، لكن بسبب خبرتي في هذا المجال فصدقني انا اعتبرها اقوى فرصه حاليا موجوده في السوق من جميع النواحي، من جميع يعني التعليم، ربح اسبوعي، استثمار بدون عمل اي شيء، والتسويق كذلك تحقق منه ارباح، وكذلك جوائز اذا كان عندك فريق اكبر واكبر. الشركه عامله خطه لمده الى غايه سنه 2026، وهذا في 2021 كله تم انجازه. في سنه 2022 تم يعني كانت حاطه الشركه كهدف انها راح تقوم بعمل مكتب جديد في موقع استراتيجي، فتم هذا الشيء في دبي، برج في يعني المكتب قباله برج خليفه في موقع جد استراتيجي وجد قوي جدا، راح يستقطب اكبر عدد من القاده، راح يستقطب او انه اي شخص، يعني دبي الان اصبحت سهله، ممكن اي شخص في العالم ينتقل الى المكتب ويشوف مكتب الشركه ويشوف فريق الشركه ويتاكد بنفسه. الشركه حاليا شغاله على مشروع قوي جدا، مشروع في مجال الميتافيرس اللي راح يكون عنده قوه كبيره جدا، راح تكون ان شاء الله اشياء قوية جدا، راح يكون خطوة إيجابية وخطوة كبيرة جدا راح تخلي الشركة وأعضاء الشركة في مستوى عالي بإذن الله، وراح تشوفوا كم الالتحاق اللي راح يكون بالشركة. فحاليا نشوف التحاق كبير من جميع أعضاء في جميع أنحاء العالم، من يعني نشوف فقط من فريقنا، فريق الكراون تيم كأول وأقوى فريق عربي موجود في الشركة، الحمد لله عندنا فرق في شتى أنحاء العالم، من أمريكا، كندا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، وفي جميع الدول العربية. لماذا؟ لأن الشركة قوية كما قلت وعندها نظرة مستقبلية. فكل شخص عنده نظرة مستقبلية ممكن أنك تمشي معه، ممكن أنك تشتغل معه. فهذا كان عرضنا اليوم من فريق الكراون تيم، كان معكم الكوتش مروان، أتمنى أنكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وراح نمرر الكلمة للكوتش عمر زويتن حتى إذا عنده أي شخص سؤال أو عنده أي استفسار أو شيء غير واضح فراح نجاوب عليه إن شاء الله.